دخل مارتينيول المدير الفني لزعيم افريقيا اللقاء بتشكيلة 4-2-3-1، شريف اكرامي في حراسة المرمى، وقدامه صبري رحيل ورامي ربيعة ومحمد نجيب ومحمد هاني، وفي نص الملعب احمد فتحي وحسام غالي، وقدامهم صالح جمعة ووليد سليمان ومؤمن زكريا تحت مهاجم وحيد جون انطوي. اما بقى ذئاب العاصمة الايطالية فدخلوا اللقاء بتشكيلة 4-2-3-1، دي سانتس في حراسة المرمى وقدامه بالميري ومانولاس وكاستان وزوكانوفيتش، وفي نص الملعب بيانيتش وستروتمان، وقدامهم صلاح وبيروتي والملك فرانشيسكو توتي تحت مهاجم وحيد ايدن جيكو. مع بداية الماتش كان باين قوي انها هتبقى سهرة جميلة، الفريقين مش معتبرين الماتش ودي خالص، فاتحين ومركزين وعاوزين يسجلوا من بدري. وفي الوقت بقى اللي جيكو بيضيع فرصة سهلة جدا، جون انطوي ما بيرفضش الهدية، بيستلم وبيرفع وشه وبيسجل الاول.